اعتقلت السلطات المغربية عددا كبيرا من قيادي ونشطاء الحراك الريفي الاحتجاجي المتواصل منذ أكثر من 6 أشهر، والتهم التي وجهت إليهم تتراوح بين المساس بالسلامة الداخلية وتأجيج النزعات الانفصالية أو تلقي الدعم المالي من الخارج، وأخيرا تهمة المساس بأمن الدولة التي وجهت لزعيم الحراك نصر الزفزافي المعتقل حاليا. فما الذي يحدث في المغرب؟ ولماذا وصل الوضع إلى حد قيام مظاهرات التضامن مع الحراك الاحتجاجي الريفي ليس فقط في كبريات المدن المغربية وإنما في بعض عواصم أوروبا أيضا؟ لماذا لا يهدأ العصيان الشعبي الغاضب في الحسيمة وغيرها من بلدات وأقاليم الريف؟ أين مواطن العلة لدى الحكومة في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية القديمة؟ هل ستفلح السلطة المركزية في السير على الخط الرفيع بين ثقافة الحوار مع المحتجين أو حتى ربما مكافأتهم ومواجهتهم بوليسيا؟ وهل بوسع حكومة سعد الدين العثماني تقديم حلول جوهرية لتركة المشاكل الثقيلة التي يعاني منها الريف منذ زمن بعيد؟ يقول البعض أن المغرب يواجه اليوم أخطر اختبار شعبي اجتماعي منذ مارس آذار عام 2011، وأنه الآن أمام نسخة مغربية معدلة مما كان يسمى بالربيع العربي. فهل هذا صحيح؟ مشاهدينا الكرام، أهلا بكم على الهواء مباشرة في بانوراما. مشاهدينا، حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا من الرباط الكاتب والمحلل السياسي محمد بودن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من باريس الإعلام المغربي ورئيس تحرير موقع راضي نيوز محمد راضي الليلي. مرحبا بضيفينا الكريمين في هذه الحلقة حول الحدث المغربي، وهو اليوم حدث احتجاج. والسؤال الأول إليك سيد محمد بودن في الرباط، طبعا هذا الشخص الذي أصبح زعيما لهذا الحراك الاحتجاج نصر الزفزافي اعتقل مؤخرا، وأخيرا وجهت إليه تهمة ثقيلة وخطيرة جدا، المساس بأمن الدولة. يعني هل برأيك الشخصي وجهت له هذه الدعوة لأنه قال أنه لا تهيب نجاحافل الدولة الدكتاتورية وأجهزة قمعية، وأنه قال أيضا أن عندنا مستشفيات أشبه بالستيبل؟ تفضل. أهلا وسهلا سيد أبتيوم، وتحية لضيفك الكريم. مرحبا. في تقديري أن السؤال المطروح في الشاشة وهو ربيع في المغرب سؤال واستفهام واضح، ولكن أعتقد بأن الوضع ليس ربيعا في المغرب أو كما سوق في 2011 وما بعدها، وما يرتبط بمفهوم الربيع العربي والانتفاضات الشعبية على المستوى العربي. أعتقد بأن الجواب عن السؤال هو أن الوضع في المغرب ليس ربيعا، بل حركة احتجاجية بطلب كبير على المقابل الاجتماعي، وطلب على السياسات الاجتماعية، طلب على التمكين الاقتصادي والتمكين الثقافي والتمكن من العيش بكرامة. هذا هو الطلب، ليس يعني ربيعا بمفهومه الكبير، الربيع السياسي، الربيع بالمطالب التي تعتبر ما فوق اقتصادية، ما فوق اجتماعية. أعتقد بأن يعني هذا هو الجواب عن سؤالكم الموضوع على الشاشة. وفي فيما يتعلق بسؤالك المطروح، أعتقد بأن الموضوع هو أن المطالب التي رفعها يعني في مجملها وفي إطارها العام رفعتها ساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة هي مطالب مشروعة ومطالب عادلة على المستوى الاقتصادي. فمن يريد جامعة فمن حقه أن تكون له جامعة وأكثر من جامعة، من يريد مستشفى فمن حقه كذلك، من يريد أي يعني بنية أخرى تفيد العيش الكريم، تفيد التواجد والإحساس بالمواطنة العادلة. فأعتقد بأن هذا يحقق كل هذه العناصر ستحقق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية. أما فيما يتعلق باعتقال يعني
يعني بطل الحراك كما تسميه وسائل الإعلام أو كما يسميه العديدون، وأعتقد بأنه أنا أتحفظ عن هذا التوصيف، لأن الأساس هو صناعة التنمية في المنطقة، الأساس هو صناعة الكرامة في المنطقة، ليست صناعة أبطال أو صناعة نجوم فوق الاحتجاجات أو الركوب على مطالب. فنحن نعرف بأن محركات هذه الحركة الاحتجاجية، أولا الموت المؤلم لمحسن فكري، وطبعا هذا موت شنيع ونددنا به في وقته، وثانيا الطفرة الشبابية الموجودة في المنطقة والتي تريد أن تشتغل وتريد أن تعمل، هذا من حقها، ثم كذلك الانتماء لمنطقة الريف، ومنطقة الريف لها ذاكرة تاريخية يعني مرتبطة بالمقاومة وما إلى ذلك، ثم معطى يعني آخر يرتبط بأن ناصر الزفزافي اعتقل، يعني اعتقل، قد تكون هناك ملاحظات حول اعتقاله، ولكن اعتقل بسبب، والسبب هو أنه اقتحم مسجدا، واقتحام المسجد أعتقد بأنه كما هو منصوص عليه في الفصل 221 من القانون الجنائي، فأعتقد بأنه هو تشويش على العبادات. قد نقول بأن الإمام أو خطيب الجمعة بأنه نشر الفتنة عبر خطابه أو خطبته، ولكن أعتقد بأن ناصر الزفزافي كان عليه أن يسجل محتوى هذه الخطبة ونشرها على الرأي العام، والرأي العام آنذاك سيقول كلمته. نعم. طب على كل حال هو سجل رأيه وأذاعه من خلال هذا الشريط الفيديو البسيط الذي انتشر كالنار في الهاشيم. على كل حال إليك سيد محمد راضي في باريس، مرحبا بك مجددا. حول موضوع الفتنة ويعني تأجيج نار وفتيل الفتنة ربما سنعود له لاحقا، إنما بتقدير حضرتك الشخصي يعني، والأستاذ محمد في الرباط تحدث عن نوعية تلك الذاكرة الجماعية التاريخية التي موجودة في هذه الأقاليم الريفية الشمالية المغربية، صحيح أنه لهذه المنطقة تحديدا ربما توتر تاريخي مع السلطة المركزية، لكن الدولة كانت يعني تعيش مع هذه الظروف، مع ظروف هذه المناطق خلال سنوات عديدة. والأستاذ محمد الرباط تحدث ويقول أنه لا يمكن تسمية هذا الحراك بالربيع المغربي مرة أخرى، لكن من جانب آخر الشعار الذي رفع في هذا الحراك وفي هذه أو الحركة الاحتجاجية أيضا نفس الشعار، العدالة الاجتماعية بالأغلب، هذا الشعار كان قد أسقط بعضا من الحكام العرب وبعضا من الحكومات العربية ونوعا من عددا من الأنظمة العربية، فيعني ألم يحن الوقت لأن يعني تفكر الدولة بشكل جدي في اتخاذ خطوات نوعية تستهدف يعني احتواء جيد واحتواء يعني يرضي الجميع لهذا الحراك، وربما الدولة كانت قد أبرزت بعض خطواتها في الفترة الأخيرة، لا يمكننا أن نقول أنها لا تحاور المحتاجين. تفضل. نعم شكرا للأخ أرتيوم، وشكرا أيضا لضيفك الكريم، ورمضان كريم للجميع. أريد إذا سمحت في البداية العودة إلى كلام الأخ محمد بودن الذي يعني يحاول تبخيص هذا المشهد الذي نعيشه استثناء في المغرب هذه الأيام. يعني ما يجري حاليا في منطقة الريف ليس سوى صورة مصغرة من مشهد عام يعيشه المغرب. يعني الفساد في كل مكان ضارب أطنابه، هناك التفاف على إرادة الناخب في الانتخابات الأخيرة وصنع حكومة، يعني من أبأس المشاهد الحكومية التي عاشها المشهد السياسي في المغرب منذ يعني دخلنا العملية السياسية بهذه الطريقة. هناك أيضا يعني مجموعة من الاحتجاجات في كل مكان، هناك قضايا اجتماعية ملحة تطرح نفسها أكثر من أي وقت مضى، وليس هناك أي حوار، وحتى إن كان هناك حوار مع الحكومة بمسميات مختلفة أو بأشكال مختلفة فإن هذا الحوار لا يكون الهدف منه سوى الهروب إلى الأمام وفرض الواقع ومحاولة يعني الالتفاف على مطالب الناس. يعني إذا كان الوضع بسيطا كما يصوره الأخ بودن في منطقة الريف، لماذا الإتيان بحوالي 34 ألف
عنصر من قوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني إلى منطقة ريف إذا كان الوضع فعلا لا يستدعي هذا الشعار أي شعار الربيع؟ إذا كان الوضع بسيطا في المغرب لماذا نشهد نزول وزراء على أقدامهم يتجولون في هذه المدينة التي بالمناسبة تركتهم في ذلك اليوم يعني يتجولون لوحدهم حينما دخل الناس إلى بيوتهم من أجل إذلال هذه الحكومة التي صنعت على مقاس لأنه من البؤس أن, 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 أن نحول وزير داخلية إلى وزير تعليم وأن نحول وزيرة منتدبها في الخارجية إلى قطاع الصيد البحري يعني سبحان الله عن هؤلاء الوزراء يفهمون في كل القطاعات ويستطيعون تدبير أي قطاع بأي طريقة ويستطيعون الهروب من القضاء إذا كان الوضع فعلا بسيطا كما يصوره الأخ بودن لماذا نشهد اعتقال الزفزافي بهذه الطريقة الهوليودية يعني نقله في هليكوبتر وتصويره على أنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي وكأن الشخص يعني لم يكن يتجول قبل أيام بين العموم يعني هذه الأجهزة الأمنية التي اعتقلته قبل أيام لماذا لم تعتقله إذا كانت هذه التهم فعلا وأنت أكدت أننا سنتحدث عن موضوع التهم لاحقا لكن يعني لماذا تتبرأ أيضا يعني تصور أنه نشر فيديو يوثق لعملية اعتقال أو نقل الزفزافي من الحسيمة إلى الدار البيضاء عن طريق مروحية كان بإمكانهم نقله عبر سيارة ولا أحد يعني يدري متى تم هذا النقل لكن أصروا على نقله بهذه الطريقة حتى يخيف الشعب المغربي وحتى يخيف أكثر من زفزافي في أكثر من مكان في المغرب وبعد ذلك يعودون ببلاغ قبل قليل ليس بلاغا ولكن سبحان الله يعني أيضا الأمن حينما يريد أن يتحدث بشكل مباشر يتحدث بشكل مباشر وحينما يريد الوصول بطريقة غير مباشرة إلى الرأي العام يقول عبر مصدر ما أمني الذي ينفي أن هذا الفيديو يتعلق فعلا بنقل الزفزافي من الحسيمة إلى الدار البيضاء بينما يعني أن هذا الفيديو لم يظهر إلا 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 يومنا هذا يعني كيف يعني اختبأ أو كيف تم إخفاء هذا الفيديو إلى يومنا هذا من أجل نشره للرأي العام ولماذا يعني المساس بالسلام الشخصية لهذا الشخص واعتباراته يعني التي لا يسمح بها أي قانون في العالم يعني قانون حقوق الإنسان لا يسمح بالتشهير بهذا الشخص بهذه الطريقة إذا كان القضاء فعلا قضاء مستقل ونزيها وسيفشل في هذه الواقعة طيب سيد محمد بودن في الرباط إذن يعني نعود إلى مسألة المقاربة الأمنية التي هي ربما المقاربة شبه الأساسية التي لدى السلطة المركزية من جانب يعني هذه السلطة تواجه أعمال شغب لأنه الاحتجاج إن كان سلميا فهناك دائما هتاف السلمية 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 وهي في الأغلب يعني مسيرات سلمية يعني قد تحدث هناك بعض القلائل لكن لماذا برأيك وهذا ما يشكو منه الكثير من المغاربة حاليا يعني التركيز على عسكرة المنطقة والضفع بهذه الحشود الأمنية فعلا إلى المنطقة الأهالي أيضا يواجهون وكأن الحكومة نعم هناك حوارات نعم هناك خطوات نعم هناك تخصيص لمليار دولار كما سمعنا لدفع بالمشاريع التنموية أنما الرأي العام المغربي أو الوعي الاجتماعي الجامعي المغربي يعني يفرض عليه أو لا يزال يتصور أن السلطة ليس بيدها إلا الحل الأمني الحل البوليسي لهذه القضية الاجتماعية الاقتصادية البحتة حتى الآن نعم سيدي أولا لابد من توضيح معطى أساسي وهو أن مفردة تبسيط الوضع لم تأتي على يعني فمي وأعتقد بأن هذا واضح بحيث أنه ذكرت بالمفاهيم إذا كان يفضل الأخ راضي الليلي أن يقول بأن ما يحصل في المغرب هو ربيع فأعتقد بأن هنا تظهر مجموعة من النزوعات لا أعتقد بأن الواقع الآن في المغرب هو ربيع نحن مع المطالب المشروع
نحن مع المطار. لا خلين لم أقاطعك يا سيدي، لم أقاطعك، لم أقاطعك، لم أقاطعك. إذا كنت في باريس، إذا كنت سأعود لك، لم أقاطعك، لم أقاطعك، لم أقاطعك سيدي، لم أقاطعك. نعم تفضل. يجب أن توفر لسيد سيد أرتيوم. نعم تفضل. وفر للجو من أجل الحديث. سيد محمد راضي أرجوك. لماذا أرجوك؟ هناك فرصة، هناك فرصة للرد دائما. سأعود إليك. تفضل أستاذ محمد. الأخراد الليلي، ما هذه الصحوة؟ ما هذه الصحوة في ذهنك؟ لماذا كنت في السابق تقول على القناة الرسمية المغربية أن الوضع جيد وممتاز؟ لماذا كنت تقول بأن التنمية حاصلة؟ أنا لم أتغير عن رأيي، أنا رأيي هو رأيي، رأي التعقل، رأي الحكمة. لماذا تغيرت 360 درجة؟ هذا تغير خطير. أنت تريد أن لا تريد أن يكتب من النقاش. دعنا نوضح للمغاربة، دعنا نوضح للمغاربة. نحن نتحدث في آن واحد ولا نسمع البعض. من العالم العربي. الأخ أرتيوم يجب أن توفر محمد، أستاذ محمد راضي الليلي لك حق. ليس نعم نعم أستاذ محمد في باريس. نعم أستاذ محمد راضي، عفوا أرجوك، لك كامل حق الرد. نعم سترد علي، سترد علي، أعود لك. دعوا أستاذ محمد بالرباط يكمل فكرته ثم لك حق الرد طبيعي. تفضل أستاذ محمد بوزي. الأخ أرتيوم يجب أولا. نعم تفضل. نعم الأخ الأستاذ أرتيوم يجب أن توفر أولا أن توفر للجو الملائم من أجل التعبير عن رأيي. نعم تفضل، أعتقد الجو موفر. ثم ثانيا نعم. ثم ثانيا أعتقد بأن الأخ راضي الليلي لم يكن عليه أن يعني يقتحم فرصتي في التدخل. نعم تفضل. لذلك أعتقد بأن الأساسي هو تحقيق الحوار، الأساسي هو تحقيق الحوار، الأساسي هو تحقيق يعني الإنصات للأفكار المخالفة. نحن دعونا ندخل، دعونا ندخل في أساس التحليل أيضا. تتحاور أنت في باريس وأنا في الرباط. نعم تتحاور أنت، لست أمامي، أنت في باريس يا حبيبي. نعم لذلك دعني أتم فكرتي. نعم تفضل. تفضل أستاذ محمد بودي. قلت بأن الوضع ليس يعني فيه تبسيط نهائيا. المطالب مشروعة وعادلة، المطالب واقعية في مجملها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. نعم ما المشكلة لكن أن إذن؟ تقول لي بأن لا دعني أكمل سأكمل فكرتي وأأتي إليك. تفضل. فلما يعني نتحاور مع بعض الإخوة من منطقة الحسيمة أو من مناطق أخرى، نقول لهم بأن المطالب الاجتماعية والاقتصادية عادلة، لكن هناك من يأتي ويقول بأن نحن مع شعار الله الوطن الشعب وليس مع شعار الله الوطن الملك. إذن هذا مطلب فوق يعني اقتصادي واجتماعي، هذا مطلب دستوري، والدستور المغربي تم تعديله في 2011 جاء دستور جديد. طيب اسمح لي. ثم أيضا دعني أكمل فكرتي. نعم. سأكمل فكرتي من نعم. أجل التوضيح. من تفضل. أجل التوضيح لأن تفضل. الأخ راضي الليلي اقتطع من كلامي. نعم. ويجب أن تمنحني الفرصة. تفضل. فلما نتحدث عن ناصر الزفزافي يقال لنا على أنه ثمة شخصنة للحوار، ثمة شخصنة للحركة الاحتجاجية، ثمة شخصنة للسلوك الاحتجاجي. ولما نتحدث عن المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف فيقال لنا على أن يعني ثمة أشخاص تم اعتقالهم ويجب الحديث عنهم. إذن أعتقد بأنه لا يجب أن نركن الحديث في زاوية واحدة. الآن الزاوية التي يجب أن تستحق أن نتدخل فيها هي زاوية المطالب العادلة والمشروعة. المطالب العادلة والمشروعة هي مدرجة في الوثيقة المطلبية، الوثيقة المطلبية للاحتجاجات، وهذه الاحتجاجات واضحة بشكل سلمي. نحن لا نريد أن نصف الاحتجاجات السلمية التي يريد أن يصورها البعض على أنها حرب للا عنف، وإنما نقول على أن المطالب في مجملها اجتماعية واقتصادية مشروعة وعادلة. ولكن يجب القول
بأنه لا يجب أن يتم إغفال فرصة التغلغل لدى البعض. هناك من يريد استغلال فرصة التغلغل في الاحتجاج من أجل التعبير عن نزوعات أخرى غير المطالب الاقتصادية والاجتماعية. طيب. وأعتقد بأن السلطات المغربية مطالبة بالاستجابة غير المنقوصة للمطالب العادلة لساكنة الحطيمة. نعم. وساكنة المغرب. مفهوم الفكرة. مفهوم الفكرة. نعم. معدلات الفقر. معدلات الفقر على مستوى مناطق المغرب نجد بأن جهة طنجة تطوان الحسيمة معدل فقرها معدل فقر ساكنتها أقل من معدلات فقر ساكنة مناطق أخرى. طيب طيب. لذلك أعتقد بأنه لا يجب فقط يعني اختزال مقاربة الاحتجاجات في الزفزافي واعتقال الزفزافي. طيب. نحن نعرف بأن المقاربة الأمنية لوحدها لا يمكن أن تحقق نتيجة، لكن إذا كانت هناك مقاربة شمولية فيها الجانب الاقتصادي والجانب الأمني والجانب الثقافي والجانب الاجتماعي فأعتقد بأنه يمكن أن تتحقق التنمية. وأعتقد في نهاية المطاف في نهاية المطاف لا بد من الإشارة إلى المعطى الأساسي، وهو أن هناك من يريد أن يستمر هذا الوضع، هناك من يريد أن يستثمر في هذا الوضع. لا يعني هل من مصلحة الشعب المغربي أن يعني تكون الأمور يعني طيب. فيها يعني السيد محمد واضح الفكرة فقط لننصر ضيفنا في باريس ونعطي له مجال للرد. أستاذ محمد راضي الليلي تفضل، أعتقد يعني تريد أن تعقب على كلام أستاذ محمد بالرباط، ولكن يعني هو يقول فكرته الأساسية أنه لا يجب الاختزال، لا يجب الاستثمار بشكل غير صحي لهذا الحراك الاحتجاجي الذي لا تعترض عليه أحد في المغرب. حتى نكون واضحين، حينما نقارب موضوع الفساد في المغرب الذي يتسبب في مثل هذه الكوارث التي تحدث الآن في الحسيمة وفي أكثر من منطقة، يجب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمقاربة الفساد. الفساد منتشر بشكل كبير، ومعالجته مع الأسف لا تتم بشكل واضح وشفاف من طرف الحكومة المغربية أو النظام المغربي. إذا يعني قمنا برحلة على المستوى الوطني ولاحظنا القضايا المطروحة والتي لا زالت مطروحة يوميا لم يتم معالجتها، وأنا قلت بأن الجانب الاجتماعي أو المعضلة الاجتماعية في المغرب ستكون يعني سبب لوقوع كارثة في المغرب في الفترة المقبلة إذا لم تتدارك كل الأطراف يعني صعوبة هذه المرحلة. يجب أن يعي النظام بأن المقاربة الأمنية فاشلة في تدبير هذا الموضوع، والمراوغة هي فاشلة في تدبير هذه القضايا، وعلى أيضا على الأطراف المحتجة أن تفتح أو تطالب بالحوار أو على الأقل تنظيم نفسها بشكل يعني يكون وطني. نحن إذا ذهبنا إلى مدينة بوجدور هناك يعني السطو على 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 تموين المخيمات الوحدة وليس هناك أي حل لهذا. طيب. الموضوع. لكن سيد محمد الحكومة أعلنت أنها يعني ستخصص مليار دولار. إذا سمحت لكم من هذه الفكرة. إذا ذهبت إلى مدينة قلميم من البطالة سيدي إفني، إذا سمحت سأكمل هذه الفكرة وبعدها سنتحدث عن الموضوع. إذا ذهبت إلى أقادير، إذا ذهبت إلى خنيفرة، إذا ذهبت إلى أي مكان هناك قضايا ملحة جدا، هناك يعني منجميين لا زالوا في جبل عوام بإقليم خنيفرة ولا أحد يحاورهم وهم على شفا الموت. هناك أساتذة مرصبون يعني كانوا مضربين عن الطعام، لا أحد فتحهم على الحوار. حينما تحدث عن الحسيمة مشكل الحسيمة مستمر منذ حوالي 7 أشهر. تعطينا الحكومة أي حوار جدي فتحته مع ناصر الزفزافي بكل ما قيل عن الزفزافي هو يعني رمز، الآن أصبح رمز في المغرب لكل من يريد يعني الانتفاض ضد الأوضاع الاجتماعية المزرية. وكان على النظام المغربي استثمار ناصر الزفزافي للسيطرة على ذروات كما يقول أخ بودن. لماذا يعني لا لن يعني لماذا نشخص الموضوع يعني أن
ما يقع الآن في المغرب هو فقط لناصر الزفزافي. كان على النظام المغربي أن يكون ذكيا في استثمار ناصر الزفزافي والحوار مع ناصر الزفزافي بدل اعتقاله اليوم وبدل يعني تأجيج الوضع. اعتقاله لن يمر بسلام وهذا شيء مؤكد. وأوروبا حينما تحدث عن أوروبا منطقة الريف جالية الريف في أوروبا وتحديدا في هولندا وفي بلجيكا وفي الدول الاسكندنافية هي جالية مهمة جدا وتتوفر على إمكانيات مالية مهمة جدا وأكثر تنظيما ومستوى وعي ثقافي وعلمي مهم جدا وهذا الأمر سيستثمر في مواصلة يعني مواكبة الحراك في الريف و الضغط على الحكومة. واعتقال الزفزافي إذا كان النظام المغربي يصوره على أنه يعني فقط هكذا انهينا الحراك باعتقال الزفزافي لا أعتقد أن أما 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 إذا سمحت أريد أن أعاقب وقتنا سينتهي بعد اللحظات. أنا لم أكن بوقا لأحد وإذا كنت لو كنت بوقا لأحد أو للمخزن كما تعتقد لرقيت إلى مدير عام لأن ما نلاحظه اليوم هو أن هذا القانون الذي يطبق على الفقراء يعني نلاحظ الوكيل العام يخرج ببيان وتسخر المروحيات لنقل هذا الشخص والمعلومة غائبة وأهالي هؤلاء المعتقلين لا يجدون من يتحدث إليهم فلماذا لم يسخر هذا القانون لاعتقال الوزراء والمسؤولين والفاسدين والمدراء العامين الذين سطوا على المليارات وحولها إلى خارج أرض الوطن. نعم أشكرك على هذه المشاركة وهذا الحضور وهذا التحليل. نشكر ضيفنا في باريس الإعلام المغربي محمد رادا الليلي والشكر موصول إلى ضيفنا في الرباط الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد بودن. شكرا لك أستاذ محمد. أيضا مشاهدينا أشكركم لأنكم تتابعوننا ومعا تسألون أكثر. كل عام وأنتم بخير.